الشيء وروح ديريكت هما في الميت على سيسان اللي هو اسم ثقيل في الاغنيه الشاويه اللي هو الفنان حميد بلبش. مرحبا بك. مساء الخير خويا زهر ولاباس؟ ربي يهنيك خويا. الحمد لله نحن دور. والله عندي ساعتين ملي لحقت من منطقه الاوراس لا شم واليوم راني معكم في الكازيف ان شاء الله. ربما اول مره في الشروق استنى شويه في والله لاول مره وراني سعيد جدا اليوم راني معكم. ان شاء الله ما تكونش اخر مره. بربي ان شاء الله نزوركم. بربي ان شاء الله نزوركم عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك. ربما فنان حميد بلبش نتكلموا شويه على الطابع الشاوي. واش يلزم يعني الفنان باش ينجح في الطابع الشاوي؟ اسكو لازم يكون من المنطقه ولا يكون هو يعني تاسبيرا من التراث ولا لازم يحب هذا النوع من الموسيقى حسب رايك؟ حكم خبرتك الواسعه في هذا الطابع. والله الحمد لله بيان سير الانسان باش ينجح في كما نقولوا حنا في الفن يعني في الغناء الشاوي لازم يكون ولد المنطقه باش يديه مليح باش باغ اكزومبل واش نعطيك ان اكزومبل نعطيك ان اكزومبل بي انا انا حميد بلبش من باتنا اكزاكت من تيمقات هم يسالوا عليه كامل منطقه الاوراس كامله هم يسالوا عليكم الحمد لله لازم يكون من المنطقه باش يؤدي الشاوي مليح باش هذه هي لما كل ما يكونش ولد المنطقه يعني يحب هذا السير حسب راك يقدر يكفي ربما حبه لهذا النوع من الموسيقى ولكن ربما خاصيات لازم تكون ابن المنطقه وتعرف خصوصيات اللي ما يعرفوهاش اي ممكن ممكن بالك كان يشتي الشاوي من صغر بالك تاثر باغ اكزومبل عيسى جرموني ولا بقار حده ولا ممكن ممكن ربما نحكي شويه على كواليسك وتحضيرك الاغاني عمل تعمل في الكلمات في كتابه الكلمات في تلحين الاغاني والله نختصر لك يعني في جمله الحمد لله بربي ان شاء الله انا عندي البوم جديد ان شاء الله اللي راح ينزل السوق عن قريب هذا الالبوم من كلمات الاستاذ عمر جوماتي انا خلاص عرفنا شكون كلمات عمر جوماتي والتوز الحان عمر جوماتي كذلك ولاو لي زارونجمون للاستاذ مسعود مسعودي وعقبه جوماتي اللي نتمنى البوم عن قريب نورمالمون دون دي جور ينزل السوق فيه ثمن اغاني نتمنى ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور الكريم طابع شاوي اصيل شاوي اصيل فكرت يعني فيديو مع فنان في سيت اخر ولا انت تكون عندك ربما اغنيه واحده في البوم جديد من طابع اخر والله يا الاخ الكريم كانت عندي كما نقولوا حنا درت اكسبيريونس مع الفنانه سلمى اللي نبلغ لها تحياتي هذا الالبوم تاع علاش تعاديني اللي هذا الالبوم اللي نزل في 97 اللي نال نجاح كبير جدا داخل الوطن وخارج الوطن من هذاك العام ما زدتش درت عندي ولحد الان عندي دي بروبوزيسيون بربي ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وما في حاجه جديده كذلك ندخلك شويه في خصوصياتك كيفاش كنت جاي عن طريق الالجي كنت داير موسيقى اكيد اي فنان يسمع موسيقى كثير ويحب يسمع كما يقولوا تذوق الموسيقى اغنيه اللي كنت تسمع فيها قبل اخر اغنيه سمعت والله يا الاخ الكريم كنت مداير الاذاعه في القناه الاولى حتى لحقت العاصمه والحمد لله راني معكم اليوم يعني كون ما نقولوش الاذاعه قبلها شويه نرجعوا شويه قبل اخر اغنيه سمعها فنان حميد والله كنت ندير الاذاعه كنت نسمع في الهاشمي قروابي فوتوه هاشمي قروابي اغنيه الاخرى اللي سمعتها يعني في الطريق الهاشمي قروابي يا ربي يرحمه خصوصياتك وش هي الموسيقى اللي تسمعها ولا الفنان اللي تسمع له والله نسمع كاين فنانين تاعونا تاع الجزائر اللي نسمعوهم كاين عبد القادر شاعون نسمع شاب خالد نسمع ادير فنانين توانا اللي يمثلوا الاغنيه الجزائريه بصفه عامه اللي يمثلوا احسن تمثيل هذا هما اللي نسمعوهم كيف تحب الاغنيه الاخيره اللي سمعتها ولا حاجه تاعك اعطيك استخبار شاوي اعطينا عيطه شاويه ونهديوه للخويا الخوخو اي ليك يا خوخو خويا مادام تاك قريب لينا نهديها لك ليك وكل طاقم الشروق يا هاي ورواية هم النقير ورواية هم النقير يا ورواية هم النقير وقف عهد وبريد صبرها خويا خوخو متاك بلانية والصلاة على النبي والصلاة على النبي صلي وحل النبي والنبي محمد يعطيك العافية
يعطيك الصحة. ربي يهني خويا. درسنا أومبيونس. ربي يسترك إن شاء الله. دوك شو وقتنا وشو وقت المشاهدين باش ما يراطوش لا سواري تاعك. بربي خويا إن شاء الله بربي بربي إن شاء الله راني نزوركم عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بك. ربي يهنيكم. ربما باش نختموا ونخليك جمهورك أكيد ذكر المشاهدين ضمن لحظات قبل ما يطلع السرسان نختم معك فقرة خاصة بك وجدتها لك هي كلمة بكلمة أنا نقول لك كلمة وأنت جاوبني بكلمة واحدة فقط. خلاص؟ روح تفضل. كون نقول لك البرنوص كلمة واحدة جاوبني كلمة يعبر على الرجولة. الرجولة. كون نقول لك البارود يعبر على الرجولة ثاني. أكدي لي كوبي كولي هكا ما بيناش يعبر على الرجولة على الأصالة. خلاص لقيت الأصالة. كون نقول لك الفنان كاتشو ربي يرحمه ويسعده. فنان ما شاء الله مثل الأغنية الجزائرية بصفة عامة والشاوية بصفة خاصة أحسن تمثيل اللي ربي يرحمه واللي البارح درنا له لوماج تاعه. أنا كنت راح نجي البارح العاصمة على جالت لوماج تاعه قعدت البارح واليوم راني حاضر معكم ربي يرحمه. ربي يرحمه عليه أكيد كان شوف فنان كبير واسم كذلك ثقيل في الأغنية الشاوية. كون نقول لك أوراس كلمة واحدة. الأوراس انطلقت الرصاصة الأولى في الأوراس منطقة الأبطال. منطقة الأبطال رحابة. رحابة التراث الشاوي تاعنا. خلي لك التراث. الموسيقى رحب. يعني واش تقصد الموسيقى يعني؟ الموسيقى يعني واش تمثل لك انت؟ كي تسمع الموسيقى واش تقدر تمثلها في كلمه؟ والله يعني الموسيقى يعني هي حاجه موسيقى تتحس. في حياتك واش تمثل الموسيقى في حياتك؟ الراحه. 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 فيسبوك والسوشيال ميديا ولا انترنت بصفه عامه؟ والله سا دي بون كل واحد انا ما نستعملوش بزاف. ما تعنيلكش؟ ما نستعملوش بزاف انا. رغم انها هي مهمه شويه. كاين حاجه مليحه فيها حوايج ملاح كاين حوايج مش ملاح. نختموها بلا براديسيونيل شخشوخه. واش تعني لك؟ شرح نقول لك نورمالمون نسقسيك انت اللي من بسكره وشو شخشوخه. دوريجين بسكره شخشوخه بسكريه. بسكريه. وباتنا كذلك ياكلوا شخشوخه. بيان سير ياكلوا شخشوخه مي احنا عندنا ام الرزاين بوكو بليس عندنا ام الرزاين. بلا شخشوخه نديروا ام الرزاين واش مثل لك ام الرزاين؟ بلا تاع جدودنا معروف لا ريجيون تاعنا. لا بريفيري تاعك. لا بريفيري. بلا بريفيري تاعنا كسكسي كسكسي كسكسي. عرفنا شرفنا اليوم الفنان حميد بلبش والحوار كان شيق. ربي يهني خويا. ربي يسترك خويا. ربي يحفظك يا خويا خوخو. ها؟ وربي يخليك ليكيب تاعك ها؟ ان شاء الله. يعني ابتسامة في الكواليس خوخو تحكي راهي وصلنا. خويا يعطيكم الصحة على الاستقبال الحار اللي استقبلتونا به ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. خليك ربما مباشرة آخر كلمة جمهورك ولا واش توعدهم. والله راني سعيد جدا بحضوركم وعلى الاستقبال الحار بربي إن شاء الله أني راح نشارك اليوم في الكازيف بربي إن شاء الله نزهيو الجمهور اللي راه جاي معنا. إن شاء الله. والحمد لله البيبليك تاعنا جمهور يستاهل نقطة كاملة. ان شاء الله يا رب ان شاء الله شرفنا اليوم. ربي يحفظك ان شاء الله. وان شاء الله نتلاقوا في موعد اخر. ان شاء الله ان شاء الله. صح. كما كنتوا تشوفوا مشاهدينا كان معنا الفنان حميد بلبش اللي دار لنا امبيونس كبيره في البلاطو. نقول لكم الامبيونس اللي كانت هنا 1% من الامبيونس اللي غادي تشوفوها سيرسان فلعل هذه ما تضربوش الشروق سيدي راجعين. اي وكر في دويلي ويلي 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 ديجان ربي يبارك ما شاء الله بيبليك ما شاء الله. تحية خالصة لفاميلي حاضرين معنا نسمعوا تصغريتات عائلات الله الله.
نقولوا ذلوا للي جمال جينا حويصا والشاون واللوا هيا معايا معايا ايتي زي عالان غطاهن سجد في الاوان يو هاي اللي سيني يودان هيا اشطح ريفور 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 هيا We'll be right back.
الامبيونس الرجالة. اي ليك ايها اي وروايح هم النقير وروايح هم النقير اي وروايح هم النقير وقب عهد وبريد يشر من عهد وشير صبرها من مية متك بلانية Thank you.
شوف شوف الله الله l'ambiance.
مصحة الجمهور ما شاء الله لي زارتيست يستاهلوا تصفيقة حرة. هيا رجالة بلي فور ميرسي.